وانت عايز ايه؟ وانت عشان بتقبض سبع ثمان عيال بيقبضوا الواد ده والواد ده والواد ده والواد ده، هم كلهم قاعدين ما يجوش سبع ثمان التنفار اللي عاملين الهيصه دي كلها وهيجننوا عشان مرتضى رجع، كلهم ما يجوش سبعه. مع بقى ضد ملايين من الزمالكاويه المحترمين. فهو بقى عشان يفوت الاسبوع الاساسي رجع، طب الاساسي يرجع ازاي كده موقوف؟ ده نوع من العبث. وبعدين ايه؟ وهرجع كده الاسبوع الجاي، يا سلام على سوبر مان. كل ده عشان يفوت الاسبوع يقول لك شفت بقى اهو بضحك عليكم. يا جماعه ما تاخدوش اي كلمه الا من اهو انا اللي بتكلم. او من مصدر هنفوضه لما يحب يتكلم هو اللي يتكلم. فالافلام دي العبيطه دي بلاش معانا. زي بعد مثلا كاتب في البرلمان المحترم مجلس الاداره تحت الوصايه انه رئيس النادي ومجلس الاداره قاعدين وفي ناس في البرلمان المحترم يعني اسف. وان الجهه الاداريه هتشرف علينا لو السماء انطبقت على الارض. الراجل الجهه الاداريه ناس محترمين، في عبد الرحمن شالش، في عبد الرحمن شالش راجل دكتور محترم في الشباب والرياضه، عادل رضوان، محمد سعيد مازن، استشار محمد جابر استشار الوزير، استشار طارق استشار الوزير، كلهم شخصيات محترمه وعارفين ان ده كلام فارغ. القرار يا جماعه ان يمارس صلاحياته طبقا للقانون. يعني 32 مليون جنيه ولا عرض كهرباء، لا 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 مش محمد عبد الشافي، مين تاني احنا عرضناه؟ عمر جابر. وانت 2 مليون دولار يعني 30 مليون. وبعدين حاطط في العقد هنا ان هو لما ياخدوا بقى منك 2 مليون دولار، 2 مليون دولار اللي هو العار اللي احنا بقى اهو 4 مليون دولار لو انا هاخده نهائي. يعني ايه 4 كام؟ 60 مليون. مصطفى محمد 15% لما يبيعوا النادي تاني. طب مين اللي ماضي بقى على العقد ده؟ سيبك انها لجنه كده الماضي مش عارف كلامي صح، لان لو راح كده العقد ده ما كان يبقى ملوش قيمه. الاستاذ سامي صبحي متري ممثل مجلس الاداره، هو حضرتك الاستاذ سامي كان ممثل مجلس الاداره؟ كان لجنه. طب هو لو كتب ان انا لجنه العقد يبقى ماشي؟ عايزين مصطفى محمد. مصطفى محمد ده هو مين اللي بيطبق اللائحه؟ نادي الزمالك. مين اللي نشر اللائحه في الجريده الرسميه؟ استاذ وزير الشباب والرياضه. راح رايح رافع دعوه من ممدوح عباس لهشام حطب من غير ما يغتصب لا النادي اللي بيطبق اللائحه ولا اغتصب الوزير اللي هو نشر اللائحه، تمام؟ عشان يعمل ايه؟ من ورانا، يعني فيلم من ورا. فالاخ هشام حطب مشكورا طلع في مجله الاهرام الرياضي اللي كان احيانا الاخ محمد شوانه اللي كان شغال في رمضان في جريده الشعب او كانت في قناه الشعب مع صفوة الحجازي، وعملوا احوار قال لهم مرتضى بيتكلم عن اللائحه بتاعته، القاضي يوم 28 هيلغيها لي. طب ازاي حضرتك عرفت القاضي هيلغيها؟ كانت فضيحه، تمام؟ وخد كام؟ فبقى عندي حكم مركز تسويه وعندي حكم القضاء. المحكمة الدستورية العليا قالت ايه بقى؟ اللي هي بقى فوق كل ده اللي بتفصل. الحكم واضح اهو. اولا عضو ثالث في المحكمة الدستورية العليا كان معلم مستشار الدكتور حنيف علي الجبالي رئيس مجلس النواب. يعني شوفوا قادر المحكمة دي ايه؟ رئيس معلم مستشار مهاري البحيري نائب رئيس المحكمة، عضوية المستشارين استاذ محمد طبعا كلهم اخوات، محمد بيع عبد الآن عبد الله او رشاد العاصي، دكتور حارث علي الجبالي، دكتور محمد استشار محمد خير طه، سعيد مرعي عمرو، دكتور عادل الشريف، وسيد استشار نجيب ملك العلماء رئيس ده الحكم. الحكم ده زي بتاعتنا بالظبط، عنده حكم من تحكيم وعنده حكم من محكمة ابتدائية في الجزائر. الاثنين على موضوع واحد، والحكم ده متعارض مع الحكم ده، ايه اللي يتنفذ؟ الدستوريه العليا حسمت الامر. اتفضل.
الموضوع لفتوانة ولفتحة سد.